هو شعوره بالغضب والرفض لقرار عزل عبد الحميد موسى كاشا ولينيالا وتعيين آخر بدلا منه. لم يكن الرئيس عمر البشير يدرك أن إعفاء كاشا من منصبه وذلك في إطار إعادة تقسيم إقليم دارفور إلى 5 ولايات بدلا من 3 سيفتح الباب على مصراعيه أمام موجة من الاحتجاجات يرجح البعض أنها لن تقف عند هذا الحد. العنف تفجر عندما خرج المئات من طلاب المدارس والجامعات يطالبون بإعادة كاشا خلال الاحتفال بالوالي الجديد، لكن تدخل رجال الأمن أشعل فتيل الفوضى وامتدت المظاهرة إلى أمانة الحكومة التي رشقها المتظاهرون بالحجارة ووصلت إلى ساحة المولد الشريف حيث أقدم المتظاهرون على حرق مبنى الشرطة ما دفع أجهزة الأمن إلى استخدام الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين، هذا بالإضافة إلى اعتقال عدد منهم. تطورات الأوضاع في نيالا كبرى مدن دارفور وصفها حماد إسماعيل الوالي الجديد بالمحدودة والعابرة، مؤكدا أنه لن يستقيل من منصبه وسيتم تجاوز المشكلة بهدوء، في حين أمر بتعليق دراسة جامعية ومرحلتي الأساسي والثانوي لمدة أسبوع لحين استقرار الأوضاع. هنا محمد بخشم، العربية.